أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعرف بعض الأشخاص الذين كانوا مقصرين في طاعة الله تعالى وخرجوا مع جماعة التبليغ ونفع الله بهم حتى التزم هذا الشخص وقام بطلب العلم، فهل من العدل القذف في هذه الجماعة؟ نعم، الجماعة هذه صوفية، أصلها صوفية من الباكستان، بل فيهم قبورية لأنهم من الديوبند، والديوبندية أكثرهم قبورية، فهي جماعة غير مأمونة، ولا تصحبوهم، وعليكم بأهل التوحيد، جماعة أهل التوحيد في هذه البلاد المباركة ولله الحمد، ولا تتطلعوا للجماعات اللي تجي من هنا أو هناك، والمناهج التي تفد علينا من هنا أو هناك. نحن على منهج الكتاب والسنة ولله الحمد، الواجب أنهم هم يستفيدون منا، ما هم حنا نستفيد منهم. إحنا ما عندنا ولله الحمد منهج خاطئ، منهجنا التوحيد والعقيدة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة والدعوة الصحيحة، فالواجب أنهم هم يستفيدون منه، ما هم نحن نستفيد منهم. نعم.